يعطيك العافية أبو عزات. أهلا وسهلا يا أختي أمر. لك شو يا أختي؟ هي مشك هالدفاتر وتطلع فيه منيح. ها؟ أهلين أم عزات، أهلين وسهلين. تاري ما بيلفت نظرك شي، لا صوت نسواني ولا كعب كندرة حريمي، وما لك سائل عن حدا. شفت بعينك يا أم عزات؟ صحيح أنا كل زبوناتي نسوان، بس هذا باب رزق، وأنا بحياتي ما طلعت بوش صبية أكثر من ثانيتين. إيه لا تبالغ أبو عزات، مو لهالدرجة، قال يعني صدقتك. المهم هلا تفضلي عدي. إيه شو جابك بالبيت؟ يا سيدي شفت حالي مالي كتير والطبخة جاهزة، فقلت لحالي يا بنت روحي ودي له السفرطاس، وفرد مرة بقطع شقفة قماشي مشان لحق فصلها على عرس بنت أختي وهيبة. إيه مو تكرمي، على عيني وراسي. شو بتشربي مزات؟ بلاها هلأ، ما بدنا نعمل ضيفة وضيوف بالدكان، مو حلوة. وليش مو حلوة بقى؟ شو عم نساوي نحنا؟ يعني يلي ما بيعرفني مرتك بيقول أبو عزت حاطت هالنسوان وعم يطق حنك معه. ولا يهمك يا حمدي. نعم علمي. تعال الله يرضى عليك، جبنا كاسين عرقسوس باردين بسرعة. الله يرضى عليك. أمرك معلمي. وينك؟ لا تروح على البيت مشان نجيب السفرطاس. أم عزات جابته معه ومشي الحال. حاضر معلمي. بس بتعرف أبو عزات، نسيت أسأل خياطة مكية خانم عن عدد الأدرع اللي بدها إياها. ليش نحن شو شغلتنا يا أم عزات؟ هلا مكية خانم رح تعرف أكثر مني. لك لا مو هذا القصد، بس مكية خانم مثل ما بتعرف بتشرك قماش كتير وإيدها فاروطية، يعني لما بتحمل المقص بإيدها مدري شو بيصير لها، بطوش حجرة. يعني بعلمك حطت المقص بأول القماشة، بعلمك طلع المقص من آخر جناب مثل لمح البصر. لا شو بتقلك، ما زبطت معي القصة، طرب هالقماشة شو بتشرك. إيه غيريها وروحي لعند خياطة تانية. ليش لسقاني فيها؟ جورجية البارزية من شو بتشكي؟ أعوذ بالله، ما بحسن غيرها بنوب. ليش بقى؟ شو ليش؟ لأنه المخلوقة فهمت على جسمي وحفظت مقاييسي وبتعرف عيوبي منيح. لا والدرساني بتستر عيوبي تمامها. شوف لقلك تنتين ما بقدر غيرهم، الكواية أم حبيب والخياطة مكية خانو. كل زبونات المحل بتخيط عن جورجيت. ما بقلك لا، جورجيت بتطالع موديلات حلوة، مو شيت إنه ما بتطالع. إيه بس كمان بتطالع الروح بمواعيدها وبقياساتها الكتيرة، وعلى قولة لا تآغزيني عندي عجقة، ومرت الوزير الفلاني مستعجلة، ومرت المتصرف عندها لازمة ضرورية. أما مكية خانم قياس واحد وبعدين بتسلمك الفستان مثل القالب. يا ستي مثل ما بدك، بتضلي أنت أدرى بمصلحتك. وشلون الشغل معك اليوم؟ شايف المحل معجوق. الله يديم نعمة، في تجار بالسوق ما عم تقدر تبيع بمثليك، اما نحن دقي على الخشب. الحمد لله البيع كتير وكل ترتيب رب العالمين بعد اسمه. تفضلي معلمتي. اي والله من ايد ما نعدمها يا حمدي. خي شي ببل القلب والله. صحتين وهلا ان شاء الله. على قلبك. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. امر حضرتك ابو عزات الخانجي؟ اي نعم خير. مولانا قائد الشرطه طالب يشوفك. يا سيدي إلنا الشرف، بس منشان شو؟ ما بعرف، بس جنابه قال لي لا تجي إلا وأبو عزات معك. خير إن شاء الله، اللهم اجعله خير. طيب ماشي الحال، بتغدى وبلحقك. صدقني ما بقدر انتظر، لأنه حضرة جنابه ضايج كتير ومستعجل. طيب أم عزات، أنت شوفي القماشة اللي بدك إياها، أنا رايح نص ساعة وبرجع، ما رح أتأخر. دير بالك يا حمدي. حاضر معلم. تفضل تفضل. حمدي. نعم. نزل لي هذا التوب المعرق الله يرضى عليك. هاد؟ ايه هاد هاد. وهذا كمان. ها؟ ايه ايه. لحظة بس لحتى خبر جنابك. ماشي. تفضل سيد ابو عزات. يا اهلين وسهلين، يا هلا باخي ابو عزات. يا مرحبا، تحياتي. يا اهلا وسهلا. اي وين هالغيبه هي يا رجل؟ اهلا وسهلا يا شكري. اسعنا بالقهوه بسرعه الله يرضى عليك. اهلين وسهلين، تفضل ارتاح سيدي. شرف. الله يبارك فيك. تفضل. يا هلا بك. يا هلا بك. الله يخلي لنا اياك. اي وينك يا رجل؟ ما حدا بيشوفك. بيصير هيك؟ اقول إلنا معارف، إلنا أصدقاء، في ناس بيحبونا، ضروري نعمل لك رجلين من قصب حتى نكسب زيارتك. يا سيدي الله يطول عمرك، بس بتعرف السوق والمشاغل هلأ لا تقعد تبرري وتطالع لي حجج.
يعني يلي مشتاق للتاني الا ما يلاقي له شي نص ساعه فضاء، ولا ما عدنا خطرنا على بالك؟ لا ولو معقول الحكي، بس بخاف ازعجك بزيارتي. حاكم جنابكم مشاغلكم كثيره. المهم شلون اشغالك؟ شو اخبار السوق؟ الحمد لله فوق الريح، مستوره يا ابو كاسر. ايه سيدي، الك ولا للديب؟ خس الديب. امور ابو كاسر، انا قصدك بشغله وبتمنى تنقضى على يدك. العفو منك ابو كاسر، انت قائد شرطتنا واللي بدك اياه بيصير باذن الله. الحقيقه لازمني قرشين بضاعه، مزنوق كثير وما حدا عم يلبيني. معقول الحكي؟ ما انتوا البلد كلها تحت امركم. لا تصدق لا تصدق، كلام عدوين. لا ولو، البركه فيكم. انتوا جنابكم لو بدكم لبن التمساح، الف مين بيلبي لكم طلبكم. وانا كنت ظانن هيك، بس لما قصدت اصدقائي التجار كلهم شنقوا الكيس وشكوا الشحاده. سيدي بجوز يكونوا معسورين، لانه معلومكم التاجر مثل الشجره، بينكسى وبينعرى. قديش لازمكم مولانا؟ بصراحه مبلغ كبير، ويلي خلاني افكر فيك يا ابو عزت مسموعاتك الكويسه وصيتك الحسن، ومن جهه ثانيه نقور على الخشب انت مليان وخزانتك عامره ما شاء الله. يا سيدي الله يديم نعمه. ومهما كان المبلغ كبير ما راح تسال. والله كله حسب الاستطاعه. قديش لازمكم مولانا؟ من جهه التسديد ما بظن اتاخر اكثر من شهرين، لانه جناب الوالي واعدني بمكافاه ضخمه وبمزرعه فخمه. شو المبلغ اللي لازمكم يا مولانا؟ ما بتصورك يا ابو عزت من الناس يلي بياخذوا فايز، لانه يلي بياكل دبس بيبان على شواربه. اعوذ بالله اعوذ بالله، انا بحياتي ما اشتغلت هالشغله. هو المبلغ قديش؟ 2000 ذهبي. 2000 ذهبي؟ شوف ابو عزت، اذا حسيت انه الحمل عليك ثقيل واستكترت المبلغ بلاها، مو مشكله الله بيدبرني. لا لا لا، مو هذا القصد، بس سيولة بين ايدي هلأ لا تعمل لي سيولة وميولة، ما بدك تديني تصطفل، انت حر. بس الله يلعن الحاجة ما أمرها، وخاصة إذا كان محتاج مركز عالي مثل حكايتي أنا. أرجوك يا جناب قاعد الشرطة لا تفهمني غلط. أخي لا غلط ولا ملط، هذا مالك وانت حر فيه. شو يعني بدي حط الطرنجة براسك وقل لك ديني ذهبك غصبا عنك؟ تنكسر إيدي إذا بدي استعمل القوة واستغل منصبي لإرهاب الناس، ومهما كنت واطي ما بلسع ظهور الناس بسياطي. هو بإمكاني أمن لك ربع المبلغ بالوقت الحاضر، وبعدين لما... أخي أنا مزنوق وما بفك زنقتي إلا المبلغ كله. على كل حال مو مشكلة، انسى الموضوع. أهلا وسهلا فيك. لحظة أبو كاسير، لحظة صغيرة بس. بلا لحظة بلا محظة، الحق علي أنا. ليش يا مولانا؟ أنا صحيح قدرت جيب الحصان على المي، ما بيطلع بإيدي خلي يشرب بالزور. أبو كاسير؟ نعم. بصراحة أنا مو هين علي أطلع من هون بدون ما أخدمك، لهالسبب راح أحاول لم ديوني وأتدين من اللي بيحبوني لأعمل لك المبلغ. هذا أملي فيك، وبيت السبع ما بيخلى من العظام. إمتى بيكون المبلغ عندي؟ ممكن تمهلوني يومين مولانا. لا لا صعب صعب، بدي المبلغ اليوم بعد الظهر. أمري لله. قلتوا لي امتى بتردوهم مولانا؟ شهرين بالكثير. تأمروني بشيء ثاني ابو كاسر؟ ما يأمر عليك ظالم، والحقيقه ظني الحسن فيك ما زال قائم. شكرا يا سيدي. ما في تاجر بالشام بيقدر يوصل لشهامتك، وهذا شيء طبيعي لانه الفجل مهما احمر لا يمكن يصير تفاح. يا مريومه. نعم ستي. عاملين لنا كاستين شاي من تحدياتك الله يرضى عليك. حاضر ستي. بالكاسات المذهبه ها، وجيبي معك علبه بسكويت من النمليه. بتحبي الشاي مع النانا؟ لا احطي حبتين هيك. حاضر. ابو عزات مري، شو عم تقرا؟ اقرن برايك راي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على الاثنين، للمرء مراه تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. حلو هالحكي بس ما بينطبق عليك. ليش بقى؟
لأنك دائما بتحب يكون أمرك من راسك. مثل شو؟ يعني أنت بالعادة بتسألني رأيي بالشاردة والواردة، أما بقصة الألفين ذهبي فما. هلا يا أم عزات، ليش أنت بتحبي تقلبي المواجع؟ خلاص أمر وحصل. صحيح، بس ما فيها الصحبة الغميقة بينك وبينه، حتى تدينه هيك مبلغ ضخم. إيه معلشي معلشي، أبو كاسر أكابر، بعد 10 أيام بيكونوا عنا. ودخلك شو شفت من أكابريته؟ بعدين هالنوعية من الناس ما بتتعاشر. ما بتتذكر من سنتين شلون أم كاسر أخذت من عندك 3 تواب جورجيت وتوب داميسكو وهذا وش الضيف؟ ستي أنا من وقت ما أخذتهن اعتبرتهن هدية. وليش هدية بعدي؟ شو بيربطك فيها؟ مو من شانها، من شان جوزها. والتاني شو بيربطك فيه؟ وإذا كان قائد الشرطة تبع الوالي يعني؟ يا أم عزات هلا ليش هيك أنتي؟ ليش عم تفتحي الدفاتر القديمة؟ الله بعدي اسمه مفوضها لفوق راسنا. وضروري تبعزق مصاريك يمين وشمال إذا كان الله رازقك؟ والله لو عم تعطي المحتاجين بقول على عيني وراسي، بس ما في داعي تخلي الناس تطمع فيك. إيه شو شايفتيني قدامك؟ سفيه وعم كب فلوسي كاب؟ ما بقى إلا تحجري علي بالعصفورية. لا سلامتك، بزعل منك بعدين. أنا كل قصدي إنه ما حدا يضحك عليك. هلا أبو كاسر ضحك علي؟ مين بيعرف؟ إيه أنا اللي بعرف. الزلمة وعدني يرد لي المبلغ بعد 2 شهر ولسه بعيان 10 أيام. إيه لنشوف. تفضل. يسلموا الإيدين. يسلموا إيديك. بدي أسألك معزات. تفضل. هلا أنا في شيء طلبتيه مني وما جبت لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما عم بحكي مشاني، بس أنا ما بحبك تعاشر التمسيح. إيه لا تطلع فيه هيك، هدول تمسيح وإنت حردون صغير. هلا ما لقيتي غير هالتشبيه؟ الله عليك يا أم عزات، الله عليك شو دماتك خفاف. قومي يا معزات، معزات قومي قعدي جنبي ويمينا من الحديث. لك قومي تعي. لك أجلها هلا، مريومة لسه ما نامت. يعطيك العافية أبو عزات. أهلا وسهلا. شو إن شاء الله معلمك أبو كاسر بعت المصاري معك؟ لا هالمرة بعت لك معي رسالة مهمة. هات لشوف. يا حبيبي عليك وعلى معلمك، شو بتفهموا؟ لا يا أبو عزات ليش هيك عم تحكي معي؟ ولك بدي أحكي هيك وأكتر من هيك كمان. العمى بعيونك على الرسالة شو جقرة؟ العينتين بده 200 ذهبي. اي روح يسدد الألفين ذهب اللي بزمته بالاول. ما بعرف ابو كاسر بده جواب حالا وسريعا. خلاصوا نلع من هون احسن ما تبي خوانيك. بسيطه هالكلام هذا رح يوصل لابو كاسر حرف بحرف وكلمه بكلمه وزنبك على جنبك كمان. لك ايدك وما تعطيك انا من هون. لك نلع من الرساله عليك نلع من هون. انا بورجيك ابو كاسر. لا تروح ايدك وما تعطيك. طيب احنا ما بخافر من الخلانه هناك. طيب يلا نلع. شوف يا شباب ايش صار هناك. اقصلي احنا بوحد ربك يا زلمه مرسله. اما رساله مش استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم. روح عني روح. شو بك شو بك شو صار؟ يلا استغفر الله. تاري فعلا حاجب السلطان سلطان. لك خير شو القصه؟ ومنو هذا اللي قلعته من دكانته؟ هذا حاجب قائد الشرطه ابو كاسر، بعته لفتي حتى يتيم 200 ذهبي. يخرب دياره ومعلمه، هو الدين القديمه صار له 8 أشهر هلا بقلبه، وهو على وعود وماطله وعلى اليوم وبكره وكانه عم يشحد منه شحاده. ماشي الحال، هدي لي حالك، كله بيهون. عملنا كاسين شاي يا حمدي. يعني فكر حاله اذا كان قائد شرطه الوالي بينهاب البشر. العمى وين صارت هي؟ يا ابو عزات 100 مره و100 كره فهمناك انه لا تزت فلوسك عند الناس اللي ما بتستاهلها، ما كنت ترد على حدا. لك صحيح، بس النهفه انه ما حدا من الخلق والعالم اكل علي باره واحده الا المحتال هاد. بس على مين؟ والله لو ما صفي بصدري نفس ما رح اسكت له، وبدي اعلمه انه مو كل طير بيتاكل لحمه. معك حق، بس كل شيء بيصير بالرواء وبالهوجنه والعصبيه ما ممكن تاخذ حقك بنوب. وحياتك يا ابو راتب وانت سيد العارفين، انا المصاري ما لقيمه عندي على الاطلاق. بطلب من ربي 1000 بيبعث لي 100 ألف، اما هيك يجيك واحد يضحك علي عينك كنت عينك ما بتركب معي بنوب، بنوب ما بتركب معي يا ابو راتب. يا سيدي على عيني وراسي كلامك، بس ما بدي اياك تغلط.
هدول جماعة الوالي بيخوفوا، ما بيجي منهم إلا الأذى. وشو رأيك إذا قلت لك بدي أغلط وخليهم يعلقوا مشنقتي؟ ها؟ فظاع على هالزل، لك مالنا، مالنا صار حرام علينا؟ عرب لي إياها هي لشوف. يا سيدي والله معك حق، ما بتنعرب معنا، بس ما بدي إياك تتطاول حتى ما ينقلب الأمر ضدك. هلا إذا قلعت شقفة أجير لقائد الشرطة، بكون اتطاولت. هو رح يعتبر إنه هالإهانة هي موجهة إله شخصياً، لأنه أجيره بيمثله. أي مثله بجسته إلهي هو وأجيره. بدك الصراحة يا أبو عزات، أنا هي أول مرة بشوفك فيها ضايج وطالع عن وقارك. مو مسألة ضايج يا أبو راتب، بس أنا ما بحب حدا يقنصني بهللة وحدي. بجوز يا أخي أنا كب بالزبالة 100,000 ذهبة بس بخاطري وكيفي، أما يجي واحد يسرقني ويضحك علي، هي المسألة ما بتساهل فيها منوب، ما بتساهل فيها ولو على طار رقبتي. هلا أنت حطيت له واسطة مشان يرجع لك ذهباتك؟ ولك يا رجل ما خليت واسطة ما حطيتها. بعثت له قائد فصيل ومعاون قائد الحرس، وهذا الأزعر زلمته حمد الحوت. لك كله يا رجل، كله مثل عضروط، لا بيحلوا لا بيربط. هلا أنت بدك مصرياتك ترجع لك؟ إيه طبعاً، مو لأني بحاجتها، لا، هالمبلغ كله من طرف الجيبة، بس أنا ما بدي حدا يستغفلني. وبيني وبينك عمري كله بكم وهالمصاري بكم، كبرانة كتير الشغل براسي، كتير كبرانة. أنا عيني ما بقول لك العكس، بس الحيلة غلبت القوة وسلامة عرفك. يلي بعرفه هلا اني انا مستعد اعطي هال2000 ذهبي للي بيرجع لي اياهم وحلال زلال عليه. طيب طالما انت مستغني عن المصاري فليش حتى شو ما غني بالطاحون يا ابو راتب؟ انا حقي ما بتنازل عنه، بجوز تنازل عنه لمحتاج، اما لا ابو كاسر ولا في المنام يراها. انا من رايي ما رح تقدر ترجع المصاري الا بواسطه شخص اقوى منه. ومين قال لك اني ما فكرت بهالشيء؟ وبايش فكرت يا سيدي؟ بكره عندي موعد مع المتصرف حتى يلاقي لي حل معه. طيب يا ابو عزات الله يصلحك، طالما بالقفل بدك تروح لعند المتصرف، فليش تعبت راسك بهالواسطات؟ هاها لأقول لك بقى، أنا ما بدي حدا يظن بإني عم بجمع أموالي بالقوة، ويشهد علي ربي إني ما مرة طالبت معتر بحقي. إيه بس أبو كاسر لا محتاج ولا معتر. أنت عيني أصبح مالك غير المتصرف، وما بعتقد إنه يخيبك. بقى فرد لي هالوش العابس يا أبو عزات، وإن شاء الله ما بتكون إلا مرتاح. أنا اللي مستغربه يا أبو عزات إنه شلون فاتك هالقصة؟ يعني واحد مثل أبو كاسر مشهور بالشام ومعروف بجبروته وقوته وحبه للمال، وفوق هالشي عنده جند وحجاب وحراس، يعني وضعه معزز معزز كتير، والناس كلها بتتحاشى وبتتحاشى شره، فشلون هيك تتورط معه؟ الله يصلحك يا جناب المتصرف. يعني لو كنت محلي كنت بتشفع عليه من كتر ما تزلل. فعلا هو هالشي معروف عنه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ التعلب. بالضبط هيك، بس معلومكن إذا التاجر ما حس بالأمان على أمواله وعلى تجارته البلد بتمشي لخراب، والمفروض قائد الشرطة يحمي هالناس مو يصير حاميها أحرميها. قديش إلك معه فلوس؟ 2000 ذهبة. أوف 2000 ذهبة؟ بالتمام والكمال يا جناب المتصرف. بصراحة المبلغ كبير كبير كتير، بس رغم هالشي ما بيستاهل هالمبلغ إنك تفتح عليك نار جهنم. نار جهنم؟ إلك، لأنه أبو كاسر وزلمه أشرار، أشرار وشياطين. طيب تسمحوا لي صارحكم بأمر يا جناب المتصرف؟ تفضل. أنا عندي مال كافيني لولد ولدي، وقررت بيني وبين نفسي أني أعطي هالمال ليلي بياخد لي إياهم من أبو كاسر وبرجع لي إياهم. لا هلأ بلشت تخبص يا أبو عزاتها. ليش 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 لا سمح الله يا جناب المتصرف؟ هلأ هيك الناس بتحكي مع المتصرفين؟ هي ما بريدة منك أبداً. ها خليك كبير بعيني يا أبو عزات. أعوذ بالله، ليش شو فكرتوا جنابكم؟ تلميحك سخيف سخيف كتير يا أبو عزات. العفو العفو سيدي، دخيلك، أنا ما قصدت هالشي، بس عهداً علي لو حصلت المصاري من أبو كاسر قائد الشرطة لوزعن على الفقرة بليلة واحدة وقدام حضرة جنابك. إذا كان هيك بارك الله فيك. على كل حال أعطيني مهلة للتفكير، وإن كنت ما بوعدك بشي، لأنه هالمخلوق متجبر متجبر كتير، ولهالسبب بدي استرجع فلوسي منه. ماشي الحال، الله يكون بالعون، بس لا تتأمل كتير، هي عم قلك من هلأ. يا جناب المتصرف، أنا رغبتك الحرة بالمساعدة بتكفيني. هو في كلمة بدي قلك ياها، بس بدي ياها تضل سر بيناتنا. تفضل مولانا. هو صحيح أنا متصرف وأعلى منه مرتبتان، بس هو أقوى مني نفوذا. شو هالكلام اللي ما بيفوت بالعقل؟ يعني معقول المتصرف ما يقدر على قائد الشرطة؟ عم بقلك هو اللي قال لي هالشي بنفسه مو حدا تاني. قال لي صحيح أنا أعلى بس هو أقوى. إيه؟ شو رح تساوي هلأ؟ شو بدي ساوي يعني؟
ما بعرف، أنا عم بسألك. ما في قدامي غير حل واحد. شو هو؟ مولانا الوالي. بدك تشوف مولانا الوالي؟ إيه، ليش لا؟ والله هو مولانا الوالي على سلامته، وإذا دري بقصة قائد الشرطة بيعزله وبيمصعه رقبته بليلة ما فيها ضوء قمر. إيه طبعاً، لأنه ما بيهون على مولانا يجي حدا من المسؤولين يستغل منصبه ويسرق الشعب. لك ما بتتذكر شو عمل بالقضاة المرتشين؟ كيف ما بتذكر؟ جمعهم كلهم وحطهم بقفص مثل السعدين على الطنبر بجروا بغل وخلى الناس تمزق عليهم. وبالمقابل القضاة الشرفة بعت لهم كتاب شكر وتقدير. هلأ من كل عقلك بدك تقابل مولانا الوالي؟ ايه نعم. وبتقدر توصل له؟ انت ادعي لي والله بعين. ايه الله ينولك مرادك وريح فؤادك بجاه رب العالمين. البلد مقبولة بقصتك لك يا ابو عزات. ما بيهمني تنطبل يا ابو راتب، بس لا يمكن يضيع حق وراه طالب، واللي بيسكت عن الحق شيطان اخذ. فكيف اذا كان هذا الحق حقه الشخصي؟ يلي بيعجبني فيك يا ابو عزات صبرك وعنادك والحاحك على المتابعه. ابو راتب انت صديق عمري من يوم يومك، فاذا كنت عم بتجنى على حدا قل لي، لانه ما حدا عم يعطيني راي مثل العالم والناس، كله تشتوش وخويف وبده سلته بلا عنب. لانه ابو كاسر ضابعهم ضبع. أخي أنا ما بخاف من الضبع حتى يطبعني، ولا من الحنش حتى يحنشني، ولا من أبو كاسر حتى يكسرني. أنا ما بخاف غير من رب العباد، واللي بيريده رب العالمين يا محلى. أسيدي وآخرتها شو ناوي تسوي هلا؟ الكل عم يقولوا إنك بدك تقابل مولانا الوالي، صحيح الكلام؟ إيه نعم صحيح. بس أنا بدي خبرك خبر يا أبو عزات، بس أرجوك ما تزعل. ولو ليش لحتى أزعل بقى؟ قول. يا سيدي قائد الشرطة أبو كاسر دري من الناس انك بدك توصل القصه لمولانا الوالي، وقال ايدك وما تعطي، وقال كمان مو معقول انه تكون كلمتك عند الوالي اقوى من كلمته. يا سيدي يقول اللي بده اياه، انا ما راح اسكت عن حقي ابدا. هالشغله صارت بالنسبه لي شغله مصيريه. ولك يا ابو راتب القصه ما عادت قصه دين ولازم يرجع. القصه انه تجار البلد خايفين لانه قائد الشرطه مورجيهم نجوم الظهر. ايه ما في تاجر نافذ من شره، ما في حدا بيسترجي يفتح دكان او يزد فيها رسمال، لانه ابو كاسر وزلمه عم يبلعوا من هالبشر بلع وعم يصادروا له رزق مصادره. يعني بعلمك الواحد عم يفتح دكان حتى يرتزق منها وياكل من وراها، بيقوم بيصير فيه مثل اللي بيمد ايده على العش ليطالع عصافير قام طلع له افاعي ودبابير. بس يعني انا بشك انك بتقدر توصل لمولانا الوالي، وفرضا وصل بشك انك بتقدر تقنعه برزاله ابو كاسر. هلا لا تهبط لي معنوياتي يا ابو راتب، يعني ما في قوه بتمنعني من الروح على قصر الوالي. يا مولانا الوالي حكمك عادل والناس عم تدعي لك من قلبها بالتوفيق. الأمن مستتب والاستقرار موجود، بس في عندك قائد شرطة عم يسيء استخدام السلطة والناس خايفة منه ومن شره. مو لازم تطول القصة وتزيد الشرح كتير، لأنه هالشي بخفف من قيمة المسألة. بعدين مولانا ما عنده وقت يسمع كل هالتفاصيل، بدك تفوت بالموضوع رأسا. طيب خليني فكر منيح لكان. طيب يمكن هذا أبو راتب. مريومة، يا مريومي. نعم سيدي. يرضى عليك افتحي الباب. حاضر سيدي. قوام حبيبتي تركينا لحالنا معزات. يو اما احلاني وانا قاعده معكم. السلام عليكم. اهلين ابو راتب، حماتك بتحبك. هلا بنشرب القهوه سوا، قهوه حلوه يا مريومي. حاضر تفضل. ايه سيدي شو قررنا؟ شو قررنا يعني؟ اليوم رايح على قصر الوالي. يعني فكرك رح تقابله رأسان. أول شي بدك تسجل اسمك وبعدين تنتظر حتى يجي دورك، أو بجوز تنتظر أيام أو أسابيع أو بجوز شهور كمان. شو عليه؟ بالنهاية إلا ما يعطوني موعد. طيب شو رأيك إذا أخذتك لعند إنسان بيسترجع لك حقك فورا وبدون نقاش؟ ومنو هذا اللي بده يسترجع لي حقي دخلك؟ إذا كان المتصرف نفسه ما قدر. أنت لا تشغل بالك بهالشي، بس عطيني من راسك خبر موافق ولا مو موافق. طيب ما بدي افهم لوين بدك تاخذني بالاول. الشخص اللي بدي اخذك لعنده لا هو وزير ولا امير ولا تاجر ولا غني، بس بدي منك توثق فيي على بياض وما تناقشني بنو. يا سيدي امرك، انت بتمون وان شاء الله تاخذني لعند خياط.
شو عرفك إن بدي أخذك لعند خياط؟ شو هالحكي؟ إن شاء الله بدك تأخذين لعند خياط؟ إيه نعم سيدي، لعند خياط. خياط مولانا الوالي يعني؟ لا سيدي ما حزرت، الخياط اللي بدي أخذك لعنده أفقر خياط بالشام. أفقر خياط بالشام وبدك تطلب منه يوقف بوش قائد الشرطة أبو كاسر؟ شو عم تحكي أنت يا أبو راتب؟ جاي تتمألس علينا من الصباح؟ لا والله ما عم بتمألس، عم بحكي جد. هالخياط اللي رايحين لعنده بيخيط للفقرة وبس، يعني يا دوب يطالع حق قيمته. لا حول ولا قوة إلا بالله، العصفور عم يتفلى والصياد عم يتقلى، هلا وقت مسحك أنت الثاني. هلا أنت إلك ثقة فيي ولا لا؟ طبعا إلي ثقة. قوم لك أنا تحس بس خلصني. حاضر. أنا رايح يا معزات. منطول؟ عدت سهيل. ما منطول، نرجع نشرب قهوة. السلام عليكم أبو معروف. وعليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. يا ترى فاضلنا شوي ولا عندك شغل؟ ولو يا طيب، لو كان عندي شغل الذهب بعيفه مشان خاطرك أبو راتب. تفضل أخي تفضل، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. شرف أخي شرف. إيه أخي أبو معروف، بعرفك على أخي وصديق عمري أبو عزة الخانجي، تاجر قماش بسوق مدحت باشا. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حصلنا الشرف. شو تشربوا؟ أنا بيا العسل. يعطيك العافية. أهلين سهلين أبي معروف. شي كاستين الله يرضى عليك باردين بس. يا أمرك. العين. عسل التمر عسل. باردية وطيبة. أهلين سهلين. هيدي عسل وعدوة باردية وطيبة، أنا بيا الرطب. يا أهلا وسهلا تفضلوا. إي والله العمر. مجاري الهنا إن شاء الله. تسلم. يا اخي ابو معروف. امور سيدي. اخي ابو عزت عنده حكايه بدي احكي لك اياها. إيه ليش لا؟ روحي فداك انا ابو راتب، يلي بتريده بيصير. تسلم تسلم يا طيب. يا ابو عزت احكي له القصه على حبتها. يا ابو معروف قصتي قصه وبتخلي بالحلق ألف غصه. لا سلامتك، هات لشوف سمعني. هذا يا سيدي بالمختصر، أنا تاجر قماش والله عاطيني. بيوم من الأيام إجاني قائد الشرطة أبو كاسر عم يتبكبك ويتمكمك وتدين مني 2000 ذهبة. لما حان موعد السداد وجيت أطالبه فيهم نكرن علي وصاري ماطل، وأنا ما بدي غير حقي على دوز بارة بدون زيادة ولا نقصان. أيوة هيك لكان. الله وكيلك ما بزل عليك بحرف. هو طلعت ريحته تماما هلأ أبو كاسر. بقى شو رأيك يا أبو معروف؟ رأيي إنه الأرض الواطية بتشرب ميتها وميت غيرها، وصاير هالنسناس كبير بعين حاله وصغير بعين الناس. بقى شو الحل عندك؟ ولا يهمكن، وأنا بوعدك يا أبو عزات إني أخذ لك حقك منه. اترك المسألة علي، اتركها واتطمن. بس يا شيخي أبو عزات مستعجل كتير وما عاد عنده صبر بنوب، وبيني وبينك كان اليوم رايح لقصر الوالي يشتكي عليه. بقى إذا بتاخذنا حقه اليوم قبل بكرة منكون ممنونينك. ماشي الحال، خلق الإنسان عجولة، أصبح لضب أغراضي وإجمع أوتيلي ونتيسر سوا. بتعرف بيت أبو كاسر أنت يا أبو عزات؟ بدك تروح لبيته؟ إيه نعم لبيته لهالمغضوب. على كل حال روحوا أنتوا سبقوني يا ضو عيوني على بين ما رتب بعض شؤوني. إيه سيدي نحن منتظرينك برا. إيه بس شرف شرف أبو عزة شرف شرف شرف. لك إيش جنيت أنت يا أبو راتب؟ يعني فعلاً أنا ما عم بقدر أفهم عليك. ليش بقى؟ شو ليش؟ يعني معقولة الخياط الدرويش هاد يرجع لي ذهباتي من أبو كاسر يلي المتصرف ما قدر عليه؟ شو التخبيص هاد؟ قال مجنون يحكي وعائل اسمع. هلا انت شو بدك بهالشغله؟ هو بيعرف شغله. لك شلون شو بدي بهالشغله؟ انا خايف انهان وينضرب بسببنا، لانه زلم ابو كاسر ما معه مزح، بعدين احنا ما بنقدر نحميه. يا سيدي ما بنقدر نحمي حالنا. هلا روقنا يا ابو عزات. ها اجى الشيخ ابو معروف. يا سيدي انا قلبي نائزني من هالشغله، ما بدي اهمله. اسف لاني جعلتكم تنتظروا، تفضلوا. يا
يا شيخنا، أنا حابب ألفت نظرك إنه قائد الشرطة ما رد لا على المتصرف ولا على غيره، ويعني خايف لا سمح الله إنك تنهان أو تتعرض للأذى. هلا أنت حكيت الصدق ولا لا؟ الله وكيلك، لا زودت ولا نقصت. لكن بترجاك لا تحكي ولا حرف، وقف مع جناب وكأنه القط أكلك لسانك، ولا تحكي غير حتى إلا فهمت؟ خلاص شيخنا معروف، مثل ما بدك بيصير. أبو عزت بيعجبك. يا معروف، أبو معروف دخيلك. أنا حابب أقول لك إني أنا أجيت لبيت أبو كاسر مرارا، والحرس كانوا يقلعوني ويسبوني، ويا عم حذرك. على نصتك خص. بس أنا يا أبو معروف، إذا بتريد ولا حرف ولا كلمة. شوف يا زيدان، شوف جاي لعنا. شوف الشيخ أبو معروف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا ابو الشيخ معروف. استغفر الله، زارتنا البركه يا عم يا برو. برا تلبسي بعد ورا انت وياه. وينه هذا المخطوب؟ الله يكسر ظهره ويخلصنا من شره. سيدي هلا مو موجود، بس حضرتك اذا بتأمر اي شيء نحن بالخدمه. شرفوا شرفوا، انتظروا شرفوا عم معروف شرفوا. ابعثوا وراه بسرعه، ماني فاضي مستعجل. تفضل تعال يا مسعود بسرعه، روح عند قائد الشرطه وبلغه انه الشيخ معروف موجود بسرعه. قوم سهلين ومرحبتين في شيخنا. أهلين شيخنا أبو معروف، يا هلا. بلا شيخنا بلا ميخنا، أنت بتعرف تماماً أني مالي شيخ. بقى حاجي غلاظة، حاجي غلاظة، بطل يا هالسؤالة. صحيح أنا بقرأ قرآن وبقدم بالجامع، بس أنا خياط ورزقي من الخياطة. الحق معك يا أبو معروف، بس صدقني زعلت منك تمام. يعني ليش أزعجت حالك وإجيت لعندي؟ طبعاً جيتك لعندي شرف كبير، لكن كنت بعات ورأي حدا من طرفك وبلمح البصر بصير عندك. هلأ اختصر الحديث ولا يا أبو كاسر واسمع. هالرجل هاد إله معك مصاري ولا ما إله؟ طبعاً إله، ولو شلون ما إله؟ قديش إله معك؟ 2000 ذهب يا سيدنا. وليش ما رجعت له إياهم لحد هلأ؟ كل فكري إنه ماله بحاجتهم. أنت ما لك علاقة إذا كان بحاجتهم ولا لا، هذا حقه. يا سيدي خلص، طالما حضرتك عم تقول حقه ان شاء الله رح ياخده باقرب وقت، وهذا وعد. هلا بده ياخده وقدامي كمان. حاضر مثل ما بتريد، واذا بدك بعطيه ضعفه. لا 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 لا، انا ما باخذ غير حقي، قرش واحد فوق حقي ما باخذ. عظيم، هلا بتاخده وانت قاعد. منيح هيك شيخنا؟ هذا اللي بدنا اياه. بتأمر امر يا ابو رامز. ابو رامز مو سيدنا. بسرعه بعت لي ورا الخازن بسرعه. تأمر سيدنا. انت بتعرف يا شيخنا اني ما بسترجي خالفك حتى ما يسمع يلي بتعرفه ادانك. يا الله يا مجير العاجزين يا رب. يا الله. ايه سيدي بالاذن. لوين رايح ابو معروف؟ والله على الدكان، يا عندي شغل شويه مكسور. ممكن تشرفنا بزياره على البيت؟ ايه بيحصل لي شرف، بس امتى؟ هلا، خير البر عاجله. ساعة زمان ما راح نأخرك. بس الشغل بين ايدي. هلا العمر بيخلص والشغل ما بيخلص يا ابو معروف. طيب ماشي الحال، اتكلنا على الله. شرف ابو عزاز. تفضل يا سيدي. يا الله يا مجير العاجزين. يا الله يا الله، في حدا؟ تفضل ابو معروف. يا الله. تفضل براتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم يا سيدي، بكم. يا الله يا الله. تفضل ابو معروف. يا الله يا معين. شرف ابو راتب. تسلم. سوي لنا قهوه يا مريومه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. ايه سيدي، قبل كل شيء انا عاجز عن الشكر للهفتك ومساعدتك. بارك الله فيك يا ابو معروف. لا لا تحكي هيك يا ابو عزات، انا ما عملت الا واجبي. يا سيدي الله يكثر من امثالك. وهالمال هذا رجع لي بفضلك وعن طريقك، ولهالسبب حابب اعطيك اياه بكامله عن طيب خاطر. وحلال زلال عليك وصحتين على قلبك، ويعلم الله انه كل قرش فيه حلال وكله من فضل رب العالمين. لا هيك نزعتها يا ابو عزات، وراح تخليني ازعل منك تماما واخذ على خاطري. ها اوف اوف اوف،
ليش لا سمح الله؟ حدا بيقابل المنيحة بالأبيحة؟ الله يهنيك بمالك، أنا مالي مصلحة فيه أبداً يا أخي. إيه بس أنا أقسمت أني أعطي هالمال للي بيرجع لي من أبو كاسر. أخي أنا مالي علاقة، الله سبحانه وتعالى رد لك مالك عن طريقي، يعني أنا كنت الواسطة وبس. بالمختصر أنا مالي فضل أبداً، الفضل لرب العالمين وكله من ترتيبه وشغله بعد اسمه. على كل حال أنا حلفت يمين أنه إذا كان اللي رجع لي المصاري ماله محتاج، فأنا كل هالمصاري هاي رح أتصدق فيها على الفقرة. حلو كتير، الله يعزك، هذا لأنه أنت عينك شبعانة وقلبك من الله سبحانه وتعالى. إيه أبو معروف، قبل ما تروح بدي أفهم منك شغلة واحدة بس. شو هي بقى؟ يا سيدي مالنا رجع لنا آمنا وصدقنا، بس ليش أبو كاسر خاف منك مع أنه هو كل شيء بالبلد وما بيهمه كل رجالات الحكم؟ لك تصور، تصور يا رجل، حتى المتصرف ما قاموا من أرضه واستهام فيه. بقى شو السر يا ترى؟ ممكن أعرف إذا في مجال؟ هلأ أنت شو بدك بهالقصص المعتي؟ مالك رجع لك ولا لا؟ بس الشغلة بتمخويل وبتحط العقل بالكف، تعرف؟ يعني بالأول ظنيتك أبوه فشر، شو جاب لجاب؟ هذا واحد سرسري. لك عن شو القصة؟ قل له براتيب، قل له خلي ريح فؤادي، لأنه فعلاً ما رح أنام ولا رح يغمض لي جفن إذا ما عرفت السر. احكي له أبو معروف، خليه يطمن ويريح فكره، وأنا التاني رح أسمع. تكرم شواربك أبو عزات، رح أحكي لك السر. هات لنشوف. هذا يا سيدي القصة وما فيها أنه أبو كاسر خاف مني. وليش خاف بقى؟ خاف أني أطلع على المادنة وأدن بنص الليل يبشي وقت خارج أوقات الصلاة. ما فهمت. طيب أنا رح أحكي لك الحكاية من أولها. هذا بقى سيدي صار لي 40 سنة بالتمام والكمال وأنا عم أقدم بجامع الحارة، والحمد لله مبسوط مسرور وعين الله حولي. أما شغلتي الأساسية يلي باكل منها قوت هي كار الخياطة، الخياطة لهالناس الفقرة، وهالكار بعون الله وحمده عم يعيشني وعم يعيش أهلي، وكل شي على أحسنه. وشغلة الأذان وقراءة القرآن أخذها ثواب من الله عز وجل وما بتقاضى عليها أجر. الحاصله بقى سيدي قبل كم سنة وكان الوقت رمضان، يعني موعد الأفطار والحارة فاضية ما فيها الدومري، الناس ببيوتها عم تفطر وأنا قاعد جنب الشباك، وعلى غفلة ما أسمع لك إلا صوت حرمي عم تعيط وعم تطلب المساعدة من أهل النخوة. ما صرخت كثير مرة حالات أنا إلي عند أخوك مصاري بدي أكون عليه، لهالسبب رأي حبسك عندي بالبيت لحتى أخوك يرجع لي المصاري. فهمتي؟ تكعب الشوم عليك، هلا هيك صارت أخلاق رجال، تفو عليك وعلى أصلك. هلا بدك تكون حكي، امشي قدامي خمسيني. لك روح بدي امشي قدامك، شو الدنيا فلتاني؟ هالحكي مو إلي أخوك مو إلي أنا. لك روح اشتكي علي أنا، شو دخلني؟ اشتكينا عليهم ما أخذنا نتيجة، بقى امشي قدامي فوتي على البيت أحسن لي. لك لوين بدي فوت؟ ريتك تفوت على نار جهنم اللي ما بتعرف الله. كل هالحكي ما رح يفيدك، بدي أحبسك عندي بقوت بالمونه. لك يا هلا يا ناس، لك ولا يا أهل النخوة. بس سكت الجهاز. خير شوفي شو بدك من المخلوقة يا أبضاي؟ بيقرا بك شي؟ لا بعرفه ولا بيعرفني، قال بده يضل حابسني عنده بالبيت لبين ما اخي رجع له المصاري. لك والله ما يدري جوزين حتى يطلقني. والله صحيح الكلام يا ابضاي، امشي بطريقك وما دخلك. شلون ما دخلني؟ حرمي عم تستنجد بالناس، اتركها وامشي. ليش مين بتكون يا نور العيون؟ ما بهم مين انا، بس معقوله تعترض الحريم بالحواير؟ يخرب بيتك، استحي على دمك، استغفر ربك، الدنيا رمضان. فلا ما رح تخرس وتمشي من هون؟ ما رح امشي قبل ما تترك هالمخلوقه بحال سبيله. شايف الدبسه؟ شايف راسك كيف مخبتال؟ بتعرف لي مين مخبيها؟ ما بيهمني اعرف، بدي هالمخلوقه تروح لبيتها وصلى الله وبارك. اخراس وكل هوا. شو مصيره؟ شو في جوزات بتخرقها؟ ما امشي قدامي احسن لك، احسن لك تضرب على راسك تجيب اجر. امشي. وبعد ما مشي هالازعر بقى سيدي وهو جارر الحرمة وراه مثل النعجة وهي عم تولول، ما شف لك إلا 3-4 شباب إجوا ناحي وحكيت لهم القصة، فما كان إلا أنه جمعنا حالنا ورحنا دقينا على باب هالأزعر. ونحن دقينا من هون بقى سيدي وما نشف لك إلا 5 رجال طلعوا بوشنا مثل قضى المستعجل، مثل غيمة شباط، وكل واحد بقى سيدي فاتلك عضلاته شكل وشواربه بوشه رطل،
وقبل ما يسألونا شو الطلب نزلوا فينا قتل وضرب حشك ولبك. بصراحة هزمونا هزيمة لعينة شو الحكي، وكبتلونا بالأرض كبتلة. العمى شي هالناس هاي؟ مثل ما عم قلك، شو بدنا نساوي؟ صارت الدنيا نص ليل وهالمخلوقة المستورة ما بجوز تبات عنده ولا ليلة، حرام خطي. الله ما قاله ليكون هالأزعر هو قائد الشرطة. لا لا لا، جايك بالحكي. طيب ليش ما اشتكيتوا لقائد الشرطة؟ قائد الشرطة قرايبه وزلمته، وهن الاثنين دافنين الشيخ زنقي سوا. الحاصله بقى سيدي، وأنا عم فكر وأفكار عم تاخدني وأفكار عم تجيبني، خطرت لي فكرة جريئة كتير. عرفت شو هي أبو عزات؟ لا والله شوقتني، شو هي؟ يا سيدي طلعت على المادنة وقلت لحالي يا ولد ارفع الأدان، ولو كانت الدنيا نص ليل حتى تلفت نظر. هيك صار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا قدام بهالوقت؟ والله ما بعرف، معقوله يكون طلع الصبح والدنيا نص ليل؟ لسه ما نمنعت أدن الفجر. طيب شو هو ابو معروف؟ شو هو؟ شو جن؟ ليش أدن الفجر بهالوقت؟ ما بيعرف انه الدنيا نص ليل؟ بلا بعرف. لكن ليش أدنت؟ شو الشغلة على كيفك؟ يا جماعة طولوا بالكم، في قصة بالموضوع. وشو القصة بقى؟ في اتفاق بيني وبين الوالي، وهو اللي أمرني أقدم بهالوقت. شو العلاك المصدي هاد؟ معقولة جناب الوالي يعطي هيك أوامر سخيفة؟ فعلاً اللي استحوا مات والعمى بقلبك العمى. والله لو ما كرامة العالم موجودة لذاتك كفين جبت أجلهم. يا جماعة طولوا بالكم، ما في داعي لطولة لسان. وإذا مو مصدقين كلامي خدوني لعن جناب الوالي، وهنيك ببين الصدق من الكذب. ما في غير هيك، إن عقوبة التطاول هاد ما حدا بيقدر يفرضها إلا جناب الوالي. تفضل معي لشوف. أنت خليك هون لأرجع. قوت جبت أبو معروف مقدم حتى يقرأ. هذا أنت يا عدو الله، والله ما يشوفك الوالي يمسع رابطك مصع. ليش جنابه فايق؟ لك مو حضرتك اللي فيقته بأدانك الكاذب. فوت قدامي فوت. انتظر هون لحتى خبر الوالي، انتظر. معقول يتغرر بالمسلمين وانتوا نايمين بفراشتهم؟ العمى يضرب عيونكم ضرب. مولانا الخياط ابو معروف بالباب. مين جابه؟ حارس الحاره مولانا. خليه يدخل المقصوف الرابي، اصلا انا ما جمعت قواتي بنصف الليالي الا من شانه. امرك مولانا. امشي قدامي امشي. السلام عليكم مولانا الوالي. وعليكم السلام يا عدو الله. لك ليش هيك عملت العمل الشنيع؟ مولانا تسمحوا لي بالكلام قبل ما يخبص هالضلالي بالكلام؟ هات لشوف. مولانا نحن لما استنكرنا الأدام بغير وقته وسألناه عن السبب، جاوبنا بأنه في هناك اتفاق بين جنابكم وبينه، وبأنه جنابكم رخصتوا له بهالأمر.
لحد هون وصلت فيك الجرأة انه تلفق على لساني؟ ولك شو انا طرطور قاعد على كرسي لحتى واحد مثلك يلعب فيه؟ مولانا لو سمحتوا تسمعوني يمكن بعدها تعذروني. مين سمح لك تخدع المسلمين وتغرر المؤمنين من عباد الله وتغير موعد الأذان ها؟ ولك يخرب بيتك، ولك الحراس ببدلوا دورياتهم على الأذان، الفطور على الأذان، الإمساك على الأذان، فشو خطر ببالك تغير الدوزان وتلعب بالمواقيت ها؟ مولانا أنا بعدين منين بتعرفني؟ وإمتى شفتك حتى يصير اتفاق بيني وبينك؟ وليش بدك تشوه صورتي بين الناس؟ حلمك علي يا مولانا، ولو عطيتوني الأمان رح أحكي لكم كل شيء بالتفصيل. أنت آمن، هات سمعني لشوف. تفضلوا 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 معروف. الله يزيد فضلك. تفضلوا على الفواكه. يا الله. أهلا وسهلين. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بكم. يا سيدي، وحكيت له القصة للوالي كلها؟ من طقطق لسلام عليكم، وفهمته أنه هالأزعر من قادة جنده وقوله سطوة وعنده نفوذ كبير وما حدا بيسترجي يقرب صوبه أبدا، وشرحت له كيف الواحد لازم يخاف على أهل حارته مثل ما بيخاف على عرضه، وأنه هالأزعر عم يسيء لحكم مولانا، عم يستبيح حريات الناس بحجة أنه عنده جاه وعنده سلطة. وقلت له أني خفت إشكي لدوريات الحرس يقوموا يخافوا منه ويتجنبوا شره وما بيطلع بإيدهم شي معه، وإني قدمت بغير وقت مشان السرعة وقبل ما يصيب هالمخلوقة المستورة ضرر. لا، وخاصة إنه هالمخلوقة متجوزة وما يدرى جوزها بإنها باتت برات البيت، ما بتعرف يمكن يطلقها. قائد الشرطة كان موجود؟ نعم موجود وعم يسمع بأدانه. أحسنت أحسنت يا أبو معروف، والله إنك إنسان كريم وإنسان عظيم، والله يغفر لك لأنه قدمت بغير وقت. شو رأيك يا أبو كاسر باللي سمعته؟ يا سيدي، أبو معروف إنسان عظيم وهالسافل حقير ولئيم. روحوا جيبوا لي إياه بأسرع من البرق. هيا. أمرك مولانا. حلو حلو كتير. الله ينصر مولانا الوالي. آمين يا رب. وفعلا ضل الوالي منتظر لحتى جابوا له هالأزعار وإيديه مكلبشة بالكلبشات وهو بين الموت والحياة من رعبته وخوفه، وبعت ورا زوج هالمخلوقة وشرح له الوضع، صالحهم مع بعضهم. أما المصاري يلي كان عم يتحجج فيها فتبين للوالي إنه القصة كلياتها مختلقة وما لها أصل. ولك يا حيوان، البلاد ما بيستقر وضعها إلا إذا حست الناس بالأمان والاطمئنان، والناس خصوصا بولاية الشام ما بيدعوا لحكامها إلا إذا كان الأمن والاستقرار مستتبين بالبلد، وكل شيء بعد هالشيء بيهون. ولك انت مين مفكر حالك ها؟ فرعون ما في مين يردك؟ ولك انا شو عم ساوي هون؟ عم كش دبان ولا عم خص عجول؟ الرحمة يا مولاي، الرحمة. ليش انت تركت محل الرحمة؟ انا فعلا كنت بتمنى لو انك تركت مجال للرحمة،